أدعو السيد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيدة الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، السادة الوزراء، السيدات والسادة ممثلي المؤسسات الدولية شركاء التنمية. في البداية أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة المشاركين في مبادرة برنامج نوافي بلس، والتي تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية 2050. وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى أن مساهمة مصر من الانبعاثات الكربونية في العالم تقدر بنسبة 6% بما يعادل 300 مليون طن سنوياً، بالإضافة إلى أنها تعد من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية. كما أن قطاع النقل يعد ثاني أعلى مصدر في التأثير على البيئة واستهلاك الطاقة وإنتاج الانبعاثات الكربونية، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من إجمالي انبعاثات الطاقة و16% من الانبعاثات الإجمالية في مصر. ففي عام 2014 بلغت انبعاثات الغازات الدافئة في قطاع النقل 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أنه في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة سوف تزداد انبعاثات الغازات الدافئة حتى تصل إلى 124 مليون طن بحلول عام 2030. لذا كان حتماً على الدولة المصرية العمل على تغيير نهج الخطط الوطنية بوضع خطط تنمية شاملة ومستدامة، وبناء على ذلك تم وضع هدف خفض الانبعاثات الكربونية من قطاع النقل بمقدار 8 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، بما يعادل 7% من سنة الأساس، وذلك من خلال دمج سياسات وبرامج التخفيف والتكيف في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتركيز على محور النقل الأخضر المستدام الذي يهدف إلى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء، سواء مشروعات الجر الكهربائي مثل المترو والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف وخطوط الكهرباء السريع الثلاثة وخطوط سكك الحديد السكك الحديدية والحافلات والمركبات الكهربائية، حيث تعمل هذه المشروعات على تحول أنماط نقل الركاب والبضائع الأكثر تلوثاً إلى استخدام وسائل نقل مستدامة خضراء صديقة للبيئة. وقد تضمنت مبادرة نوافي بلس عدد من المشروعات التي تعد من ضمن مخطط الوزارة والتي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية كالآتي: مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، مشروع امتداد تطوير خط سكك حديد أبو قير، إنشاء خط سكك الحديد الروبيك العاشر من رمضان بالبيس، مشروع تطوير وازدواج خط السكك الحديدية طنطا المنصورة دمياط، حيث تسهم هذه المشروعات مجتمعة في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 1.1 مليون طن سنويا. ولا يفتني أن أشير إلى التعاون الدولي متعدد الأطراف، والذي يعتبر أحد ركائز سياسة وزارة النقل في تمويل المشروعات، والذي يعد آلية استراتيجية مهمة لتدعيم العلاقات البناءة والمثمرة مع المنظمات الإقليمية والدولية، خاصة في مجال النقل، وذلك من خلال التمويل المشترك للمشروعات ودعم الاستراتيجيات وتقوية قدرات هذا القطاع المؤسسية والتقنية. وبنهاية كلمتي أوصي السادة الحضور الكرام والمؤسسات الدولية الفاعلة لتبني هذه المبادرة وتوحيد الجهود والرؤى حيال تنفيذ مشروعات محاور النقل الأخضر المستدام، وبما يوفر المبادرة آليات تمويل ميسرة وسبل دعم جادة تعكس الطموح العالمي نحو تقليل الانبعاثات والالتزام الدولي بمساندة الدول النامية التي تسعى إلى ترسيخ مفهوم نظم النقل الأخضر المستدام. وأشكر معالي وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط وفريقها المعاون على ما بذلوه من جهد لنجاح هذه المبادرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.